السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الكرام. نديرو اخر اخبار محترفين المغاربة والتألق ديالهم. كل من عبد الصمد الزنزوري اللي كيقود فريق ريال بيتيس اللي كيحققوا اول انتصار في الدوري الاسباني، وكذلك عندنا في الدوري الاسباني غدا قمة منتظرة بين ريال سوسيداد وريال مدريد والثنائي المغربي، كل من نايف اكرد وابراهيم دياز، وكذلك عندنا في الدوري الفرنسي يونس عبد الحميد وكذلك اسماعيل صحراوي اللي غينضم ان شاء الله مستقبل المنتخب، وكذلك عندنا الدوري البلجيكي اللي فيه سفيان بن جديد اللهم بارك سجل هدف وصنع هدف. معاكم محمد، ديروا لنا اخوتي اشتراك ولايك. البدايه غتكون مع عبد الصمد الزنزوري اللهم بارك، اللي لعب مباراه في المستوى ومباراه كبيره بكل معنى الكلمه، وريال بيتيس يحقق اول فوز ديالهم في الدوري الاسباني. عبد الصمد الزنزوري سجل الهدف الاول في الشوط الثاني، اللهم بارك عبد الصمد الزنزوري اللي كان امكانه في الشوط الاول يسجل وكان امكانه يضيف عدد الاهداف، سجل هدف اللهم بارك، هدف رائع بتمريره من الاسباني بيرينين. كما كنقولوا عبد الصمد الزنزوري هذا الموسم هذا مختلف على عبد الصمد الزنزوري ديال الموسم اللي فات. عبد الصمد الزنزوري هذا الموسم هذا ان شاء الله متالق، وجلنا مع المنتخب امام الكابون قدم مباراه في المستوى ومباراه عاليه، وهذا هو التقييم ديال عبد الصمد الزنزوري اللهم بارك، اللي تقييم اعلى تقييم في المباراه وخد رجل المباراه، والصراحه يستاهل عبد الصمد الزنزوري. وكما شفنا الهدف الثاني ديال ريال بيتيس سجلوه البرازيلي فيكتور روكي قادم من برشلونه. غندوزو دابا للثنائي المغربي اللي غيكون غدا القمه ديال الدوري الاسباني بين ابراهيم دياز وكذلك نايف اكرد. التوقعات ديالكم غتكون مباراه صعبه اولا فوز ريال مدريد كما تعودنا، يعني كما كنعرفوا فريق ريال سوسيداد فريق قوي قوي بكل معنى الكلمه، يعني ما كيتفكش، يعني الاقليم الباسك ديما كيلعبوا مع الريال ولا البارسا كما كنقول كيعقدوا عليهم الامور، وان شاء الله غنستمتعوا بهذه المباراه هذه بنسبه كبيره. نايف اكرد يقدر يلعب كاساسي، ولكن كما كنقولوا ابراهيم دياز ما مضموناش بصراحه يلعب كاساسي بعد التعلق ديالو مع المنتخب المغربي وسجل جوج الاهداف في جوج المباريات، كنتمناو ان شاء الله غدا يلعب كاساسي. دابا غندوزو للدوري الفرنسي، ويونس عبد الحميد اللي كيلعب كاساسي مع فريق سانت جيان وكيحققوا اول فوز ديالهم في الدوري الفرنسي بعد ما رجعوا من القسم الثاني ديال الدوري الفرنسي، كيربحوا المباراه بهدف لصفر فريق ليل. يعني كما كنقولوا يونس عبد الحميد هذا الفوز هذا مهم ومهم ليهم بزاف، بعد ما كانوا كيعانيوا ثلاثه المباريات كلهم خسروهم في الدوري الفرنسي، واخيرا كما كنقولوا كيحققوا الفوز وكنتمناو له التوفيق. بالنسبه لاسماعيل صحراوي دخل كبديل مع الفريق ديالو في الدقيقه 57 من المباراه، وهذا اللاعب هذا اللهم بارك لاعب موهوب وموهوب جدا ان شاء الله، وان شاء الله الا كان في معسكر المنتخب القادم غيفيد المنتخب مستقبلا، وتحصل على تقييم 6.2 وخسر المباراه بهدف لصفر. غندوزو دابا لسفيان بن جديد اللهم بارك مع فريق ستاندرد ليج البلجيكي، وربحوا المباراه بهدفين لصفر اللهم بارك، اللاعب سجل هدف من ضربه جزاء وكذلك اسيست اللهم بارك في هذه المباراه هذه. هذا اللاعب هذا مستقبل ان شاء الله يقدر يتطور لما لا كذلك يلتحق بالمنتخب، يعني عندنا لاعب اللهم بارك في الدوريات الاوروبيه حديث بكل معنى الكلمه، يعني سفيان بن جديده يعني لاعب كان في الرجاء الرياضي، يعني اللي طور المستوى ديالو يقدر يمشي شي نادي افضل واحسن، وكل شيء اللي كنتمناو له بصراحه. اللاعبين ديال المنتخب الوطني ولاو منتشرين في العالم كامل اللهم بارك، حتى الدوري المكسيكي كما كنشوفوا فيه اللاعبين المغاربه اللهم بارك اسامه الادريسي، وكنتمناو له كذلك التوفيق وتحصل على رجل المباراه حتى هو خد اعلى تقييم في المباراه سفيان بن جديده. والسلام عليكم، كان معكم محمد.